عبد المنعم شطة، صباح الخير على حضرتك في البداية. اهلا وسهلا، اهلا بيكم، صباح الخير. اهلا بحضرتك كابتن شطة. كنت منور الحفل الافتتاح يا كابتن شطة. الافتتاح منور بكل اجهزة النادي الاهلي وبكل قنوات الحقيقة. خلينا نسمع من حضرتك، يعني انا كنت بحكي كريم في البدايه اول ما يعني الحفل التقديم خلص ونزلنا وقعدنا مع حضراتكم وقعدنا نتكلم، يعني كله كان مبسوط وكله كان مبهور وكله كان سعيد وبجد كان في كلام كله ايجابي، انا ما سمعتش حاجه واحده بجد سلبيه الحمد لله. يعني خليني اعرف بصراحه من وجهه نظر حضرتك برضو وتنقلها للجمهور، المشهد ازاي كنت متوقعه وشفته؟ خلينا نعرف من حضرتك. والله طبعا انا يعني كان في مخيلتي حاجات، يعني قلت مثلا هلاقي لسه في حاجات لسه منشآت لسه لم تستكمل، كنت متوقع الاقي برضو يعني زي ما كل افتتاح كده بيجيب لك الحتت اللي هي بس واضحه للناس عشان يصوروها وكده، لكن انا يعني من حسن حظي ان انا يعني طفت في كل انحاء الهيئة النادي، يعني انا رحت الحقيقه المبنى الاجتماعي ودخلت حمام السباحه وكان عندي وقت ان انا اروح الملعب اشوف الملعب واشوف غرف اللبس عشان الحاجات دي بتهمني انا برضه لو عندنا فرصه نفتتح اكاديميات هناك، بصيت على البنيه التحتيه في حاجات كتير قوي تختص بنوع الملعب بالترف المحطوطه اللي هو الجنريشن الجديد بتاع الملعب الصناعي ده اللي طبعا اصبح مهم جدا انه يستوعب تدريبات ممكن لمده 10 15 ساعه في اليوم من غير ان يحصل له اي نوع من الهلاك وكده. بصيت على برضو على الحمام اولمبي بصراحه يعني ذهلت انه هذا المستوى يعني اللي تم به المنشات الموجوده، وحقيقه طبعا انا ودي رساله النادي الاهلي كان بيعملها طبعا انه عنده دور وطني واجتماعي في التنميه المجتمعيه والرياضيه والانسانيه، طبعا النادي الاهلي بيفكر في حاجات ثانيه ما بيفكرش في النادي الاهلي بس، بيفكر في المجتمع كامل. صحيح. حتى لما فتحنا الاكاديميات النادي الاهلي في حوالي 12 محافظه حتى هذه اللحظه، النادي الاهلي مش بيدور على انه بس يعمل للنادي الاهلي في القاهره بس، يدور على انه يعني يخلق من خلال هذا الاداء الرياضي في تنميه مجتمعيه ورياضيه عشان النادي الاهلي، دي رساله اخرى غير رساله انه يعني يجيب لعيب ويكسب مباراه، النادي الاهلي عنده دور كبير جدا في المجتمع من ايام انشائه، لو ذكرنا التاريخ هتلاقي النادي الاهلي انشئ من اجل الوطن من اجل البلد كلها، فدي حاجه طبعا انا بحيي على مجلس الاداره وبحيي على النادي الاهلي، فكره هي يعني فكره بعتقد انها يعني اقتصاديه رياضيه مجتمعيه بشكل متميز جدا، اتمنى ان تستمر في كل انحاء المحافظات، لان النادي الاهلي متواجد في كل انحاء الوطن الحقيقه بشكل مكثف جدا، محتاجين احنا نحاول يعني نفتح هذا المجال لمحافظات اخرى ان شاء الله وبالذات في الصعيد كمان، يعني يا ريت نروح اسوان ويا ريت نروح الحتت البعيده شويه دي كمان عشان برضو التنميه فيها محتاجه برضو لمجهود وجماهيريه للشعب النادي الاهلي. عشان كده كنا عايزين لهذا المكان نسال ولهذا الصرح الكبير في كل انحاء مصر ونحاول نفيد المجتمع برياضيين بمختلف الالعاب، وانا سمعت الاخت بتتكلم بتقول لك انا يعني كنت بدور على اماكن اعمل فيها تدريبات سباحه تدريبات رياضيه مختلفه، فكان الحقيقه رد فعل قوي جدا لما شاهدنا الناس كلها حقيقه، والافتتاح كان مبهر جدا حقيقه، نشكر شركه استعداد لانها قامت بمجهود ضخم جدا حقيقه في يعني هي هذا اليوم بالشكل اللي شفناه. يعني عايزين برضو نسال حضرتك على الصعيد المكاسب الرياضيه، الى اي درجه اهلي الاقصر ممكن يبقى بمثابة معمل تفريخ لإمداد النادي الأهلي ولإمداد المنتخب المصري بمواهب مستنية ليكتشفها وبطاقات مستنية ليحسن استغلالها؟ وأنا حقيقة إحنا طبعا هننظر برضو للأقصر نفسها، الأقصر طبعا أنت عارف هي أندية ما صعدتش ممتاز من يعني بلد كبيرة زي دي في 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 الصعيد موجودة ما عندهاش فريق، الصعيد كله ما فيهوش غير ثلاث انديه تقريبا، اسوان وبترول اسيوط وكم ما اعرفش بني سويف على مر الزمان، فبالتالي والمنيا اسف، لكن طبعا وجود النادي الاهلي هناك مش هيطلع لعيبه للنادي الاهلي فقط، هيطلع لعيبه النادي الاهلي للاقصر وللصعيد والانديه الكبيره عشان نشوف برضه انديه في الصعيد الممتاز، النادي الاهلي برضه هيكون متواجد في هذا المكان في النادي ده ان شاء الله باذن الله من خلال اجتماع لجنه التخطيط، هنشوف ازاي دورنا احنا كرياضيين او كاكاديميات او كقطاع ناشئين ازاي هنستفيد بهذا الامر من خلال لجنه التخطيط ان شاء الله، ويدونا يعني برنامج مخطط من خلاله
نقدر نجيب حقيقه ونستغل هذا المكان الرياضي الضخم ان نطلع منه لعيبه للنادي الاهلي. طبعا يعني ده شيء طبعا يعني هيكون في فائده مشتركه للأقصر وللنادي الاهلي وكمان للمجتمع عامه الحقيقه، لان ممكن انديه اسوان وانديه بترول اسيوط وانديه كيما اسوان كل الانديه دي ممكن تستفيد من هذا المكان، وبعدين ممكن تيجي تعمل فيه ايام يوم رياضي مثلا. الملعب حقيقه يستوعب حقيقه في كل المواصفات اللي ممكن تلاقيها في ملعب يعني حقيقه يعني يستطيع انه يرفع من شان هذه المنطقه ويخلي بقى ده مدخل لكيفيه انه بعد كده يعني النادي الاهلي يعني يتوسع في هذا الامر ويحاول يعني يفيد هذا الحياه المكان بشكل افضل يعني. جميل، حضرتك نورت حفل الافتتاح ونورتنا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. جزيل الشكر لحضرتك كابتن عبد المنعم شطه، شكرا جزيلا لحضرتك.